فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زينا الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد
من الخير كل مغلاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد ومن بحمل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلطانه الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجد وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالاه،
حبيب أما الأنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها الصدور من الإيمان قاعده وتلوق على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة واهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر وما الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بكربه وتفيع ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Yeah.
سبقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيتة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا أير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آل للقلم أن يخط ما أركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي
أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الترة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضوع
علقت به هذه التروة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين قرب أعوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود Yeah.
سبيلي مرحبا مرحبا كي به ناس عد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومعود ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قالت ثم ألبسته وعجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاوتني الرعب وظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق
قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع شهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشريط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكرام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم.
Love.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من ترار الأوصاف المحمد يدي قودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعض ظافرة وعلى باب عزتي تحت رحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الكرم ومنهار قاسم عمدادك في عبادك وسيكك أوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحررنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافدين اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء بي من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظاهره وأمة ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بألها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف الشر المعتدين والظالمين وابسط العضل بملاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن هي منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Thank you.